3 أيام من الانتظار لإطلاق سراح أبنائهم انقلبت فرحتهم إلى الدموع بعد عدم إيفاء الطرف المقابل بوعوده، فيما طالب التحالف العربي في كركوك نقل المعتقلين في سجون الكرد إلى الحكومة المركزية. لليوم الثالث على التوالي ينتظر عوائل المغيبين والمعتقلين لدى قوات الأمن الكردية ومنذ سنين عدة على أمل أن يكونوا ضمن من وعدوا بإطلاق سراحهم، إلا أن ذلك لم يكن ولم يتم إطلاق سراح أحد، لتكون الدموع لغة الزوجات والأمهات الثكالة. العراق كله والدنا وينها؟ شبابنا وينها؟ محرومة يا عجل. احنا شريد ابن حيتي يعني ولا اثنين وزنتي اريد الحق، يعني من اخذ الحق؟ شريد ابن احنا شنو الجهال الصغار وبناوي تبدشر ليش؟ 11 سنة وثلاث أشهر صار له ابني، مواليد 80، من أخذه؟ عنده ثلاث جهال، الله وكيلك يشتغل بعربان أربع تاير خاله وخبز يابس، الله وكيله محمد كتير، ثلاث جهال ظلوا وراه. زين وبسجن السلام الله وكيله محمد كتير، نصل هناك ويقولوا لنا ما موجود، ومو واحد واثنين. آلاف جو من هناك وجابوها لي سلام من عنده، حتى الفانيلة مالته جابوها لي. مسؤولون من التحالف العربي أبدوا استغرابهم من هكذا تصرفات، وأكدوا أن الأمر بحاجة إلى تدخل حكومي من قبل المركز وحسم الأمر نهائيا. بالتأكيد الجهود مستمرة من قبل الأخوة في المجلس العربي والمطالبة بحل أو إنهاء ملف المعتقلين والمغيبين، لكن لابد من الاعتراف بأنها جهود لا تضاهي حجم المشكلة التي مضى عليها 14 أو 15 سنة. لابد من أن تكون هناك مؤازرة من قبل الحكومة الاتحادية لحل هذا الملف، لابد أن يكون هناك تعاون من قبل الأطراف الأخرى التي لديها هذا العدد وهذا الكم من المعتقلين والمغيبين. وربما كان الإعلان عن إطلاق سراح نفر من المغيبين من قبل إدارة كركوك فرحة لأهاليهم الذين أغلبهم لا يعرفون حتى أسباب اعتقال أبنائهم حتى الآن، إلا أن ذلك لم يتم، فلا بوادر للسلم الأهلي والمجتمعي الذي يروج له وحسب المشهد، والاستعدادات للتظاهر على قدم وساق. من كركوك جودة العسافي، قناة الرشيد الفضائية.